ان اكون معاكم النهارده ومحضر لكم مفاجاه. تحبوا مفاجات؟ عندكم واحده في الكنيسه حفظت انجيل يوحنا. انجيل يوحنا ده 21 اصحاح، فدي حاجه كويسه لكنيسه القديسين. يبقى عندنا شخصيه من ولادكم حفظت انجيل يوحنا، بدل ما نحفظ حاجات كتيره وتضيع دماغنا، او نحفظ الانجيل ويقول له لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك في سفر الرؤيا. وأنا كنت حاطط جايزة في وجود الآباء، كنا ساعتها يمكن في الكينج، وقلنا اللي يحفظ إنجيل يوحنا 21 إصحاح هديله 10,000 جنيه. فيقول الكتاب في سفر المزامير أن الصديق يحلف للضرر ولا يغير. لو اتكلف بس ما يغيرش، يحلف للضرر ولا يغير. فانا هجيبها قصادكم عشان ربنا يعديكم العدوى دي، ها، وتذكروا، ومش مهم الفلوس. انتوا عايزين فلوس صح؟ مش عايزين الحفظ. الغريبة حاجه غريبه في البلد دي. فتيجي الاخت، هات ابونا. اتفضلي. انا سعيد جدا جدا. احنا هنوريكي نعمل عنك دعايه. بصي كده على، انت مكسوفه؟ لا ما تكسفيش. ها، اسمك رانيا صح؟ رانيا انا مبسوط جدا منها، وهديها، فين الظرف؟ هديها 10,000 جنيه. العشور بتاعتك تعملي بيهم صدقه يعني. يعني بوصيها برضه. فهي حفظت انجيل يوحنا 21 اصحاح، ودي كميه كبيره. نعم. هنسمع، هتسمع. تقدري تسمعي مثلا اختار اصحاح زي الاصحاح الرابع؟ تقدري فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يعم التلاميذ اكثر من يوحنا، مع ان يسوع نفسه لم يكن يعم بل تلاميذه، ترك اليهوديه ومضى الى الجليل، فكان لابد ان يجتاز السامره، فاتى الى مدينه من السامره يقال لها سخار، بالقرب الضيعه التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. فهناك جلس يسوع على البئر، اذ كان هناك تعبه. يسوع على كذا على البئر. كانت هناك امرأة من السامرة فقالت له اعطيني لأشرب. فقال لها يسوع، قالت له كيف تطلب مني لأعطيك وأنا امرأة سامرية وأنت يهودي؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. فقال لها لو كنت تعلمين من هو الذي يقول لك اعطيني لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. حد عايز يحفظ؟ ها؟ فين اللي بيقول أنا؟ طب ورينا، ورينا شكلك. نتصور الابهات بتوع الكنيسه يتصوروا معاها. اتفضلوا يا ابهات. تعالي خليكي وكده. ايوه يلا بونا، يلا بونا. نحييها ونشجعها. شكرا شكرا شكرا. مفاجأة كويسة؟ مش باين انكم مبسوطين.